انت عارف يا تو خلافه؟ الخلافه اللي بيقولوها سقطت دي ذاتها وبيعملوا لها عيد ميلاد او عيد سقوط كل سنه حزب التحرير. انت عارف بدايتها؟ تحت العثمانيه، الدوله العثمانيه، ودي ما خلافه. لابد الناس يعرفوا المعلومه دي، قد تكون جديده، لكن حقيقه اللي بيسموها الخلافه العثمانيه اللي قروها لنا احنا في التاريخ، اللي بيسموه التاريخ الاسلامي، دي خلافه صوفيه ما عندها علاقه بالاسلام الصحيح. والبنوا القبب والاضرحه في العالم ده كله، حتى مكه ذاتها كان القبب فيها يمكن اكثر من عدد البيوت اللي فيها في الوقت ذاك. العملوا هم العثمانيين ديل، وهم دخلوا الدرعيه قالوا لانه هنا في وهابيه، ودمروا باقي الموحدين الموجودين، وسبوا النساء الموحدات المحجبات الطاهرات، سبوهم ومشوا باعوهم في اسواق النخاسه في مصر، وقتلوا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وحفروا له قبر وخدته حي، وضربوا له المعازف في اضنينه، وامروا الجيش كل العثماني يضرب البنادق كل الجيش لحد ما جلده ولحمه طاير قطعه قطعه. ليه؟ لانه دعا للتوحيد، ده اللي كان بيحاربوا التوحيد. دي ما خلافه يا ناس، ولا عندها علاقه بالدين الصحيح، عرفت؟ لازم تعرف المعلومه دي. فالخلافه اللي بيقولوا سقطت بقول لك 50 عاما، طبعا ما قصدين خلافة أبو بكر الصديق، لأنه قال لك كم؟ 50 عاما نسع وارجع 50 عام أو 60 عام لخلافة كده، قاصدين الخلافة الصوفية. والقرو ما عارف أنتوا قريتوه ولا اللي قبليكم، إحنا قرينا غاية في التاريخ ده، باطل، ما عنده أي علاقة مع الحقيقة، كله باطل. دي خلافة صوفية، ما خلافة شنو يا جماعة؟ سلام.